أنت أوطاني يا ربي، شعار حملته الذكرى الثالثة للتهجير القسري لمسيحيي العراق. ثلاث سنوات من التهجير كانت قاسية على مسيحيي سهل نينوى بكل جوانبها، يستذكرها الإخوة العراقيون كل عام بوجع وألم على ما آلت إليه أحوالهم. لكن هذا العام أرادوا أن يكون الفرح هو الذكرى التي يعيشونها. فضمن اللقاءات الأسبوعية التي تجمع أبناء رعية السريان الكاثوليك في مدرسة السعادة بعمان بالتعاون مع راهبات السليزيان وشبيبة الكلدان، استعادوا ذكرى التهجير الثالثة بإطلاق هاشتاغ وصفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حمل عنوان أنت أوطاني يا ربي، هادفين في ذلك إلى إيصال رسالة فحواها أننا في كل مكان على هذه الأرض نعيش في وطن مؤقت، فوطننا الحقيقي الدائم هو الله، فأينما ذهبنا ومهما واجهنا فنحن لسنا من هذه الأرض وسنعود إلى وطننا السماوي. اليوم يوم خاص لأنه بمناسبة الذكرى الثالثة للهجرة بعد احتلال داعش لمناطقنا في سهل نينوى، أنه الرب هو اللي يعطينا الوطن، ولذلك شعارنا هو الهاشتاج وأنت يا رب أوطاني. احنا نوصل فكرة أنه اليوم احنا ما عندنا وطن، سوري، الوطن الوحيد هو الله، هو ربنا، هو الوطن الوحيد، وإحنا لازم نركز على هذا الشيء. وكل شيء موجود وكل مكان راح نروح له احنا بيوم من الأيام هو راح يكون أرض مؤقتة نعكس بها صورة ربنا بالعالم. يعني اليوم بدنا نقف على شكل سمكة وانشودة تبعنا أنت أوطاني يا رب. لما بنجي هون على التعالي المسيحي بنعمل نشاط وبعدين بنتعلم، يعني بندخل على الصفوف وبنتعلم عن يسوع والعذراء. نحن جايين هون نتعلم عن يسوع أشياء جديدة، ويعملونا المعلمين فعاليات كثير حلوة ونحن فرحانين هون. يبقى عبق الوطن يفوح في الذاكرة وتبقى العيون إليه شاخصة، فما أصعب أن تجبر على أن تغادر بيتك وبلدك قصرا، وما أقساها تلك اللحظة التي تنظر فيها خلفك مودعا كل ما تملك.